لكلاسيكو 141 بين المكشخة والسياسيس خرجنا به ببعض الاستنتاجات الهم. السياسيس تعود للتهديف بعد 610 دقيقة وبالتحديد بعد سياب على التهديف منذ 25 نوفمبر 2023. 6 لقاءات وهي أسوأ سلسلة للسياسيس منذ تأسيسه في البطولة. وأكثر من هذا الإيفواري دي بي سجل الهدف 300 في مواجهات التراجي والسياسيس. عامل آخر كان مهم في المباراة تصدي صبري بن حسن حارس السياسيس في 97 بعد مخالفة رائد بوشنيب. نرجع للماتش، التراجي بزوز تغييرات في التشكيلة والسياسيس كما منافسه ثالث مدربين الموسم محمد الكوكي يعمل 6 تغييرات في الفريق الأساسي. التراجي دون مقدمات أو الكرة ثابتة في اللقاء مع 5 دقائق لعب. جيب جديد حتى تكون ثنائية لا مباشرة في محور الدفاع. ساس في التنفيذ بالمليمتر رودريغيز والبرازيلي ما ضيعش ويفتتح النتيجة. رقم 5 حاضر بقوة لمهاجم رودريغيز، 5 أهدافه في 5 مباريات في البلايوف والسابع ليه في البطولة وهدف بأقدام لاعبي بلد الصم. هدف أشعل المباراة والسياسيس لعب بالضغط العالي اللي ولد الأخطاء في دفاع الترجع على غرار هالكرة من مميش بعد تمريرة بن حميدة تجيب ركنية تتنفذ من زايدي ولاعبي السياسيس يطالبوا بضرب الجزاء. مطالبة بركلة الجزاء تتحول لجهة المقابلة بعد مخالفة من الشعلالي، سقوط مريح وبعد 4 دقائق توقف واستشارة حكم الفار هيثم جيرات. أمين لوسيف يعلن على التسلل مع 12 دقيقة لعب. بعدها السياسيس يمسك بزمام الأمور ويفرض ضغط تيلة 12 دقيقة تقريبا بفضل الضغط العالي اللي أقلق دفاع التراجي في الرولونس وولد أخطاء على مستوى المحور. كاد يستغلها دي بي بعد انفراد بمميش وكورته جانبية بقليل وهدف التعادل يضيع. زاد بافتكاك الكرة في مناطق التراجي والتصويب على غرار عملية الزايدي، كورته عالية ففرصة ثالثة بعد توزيعها من فودي كامارا وكورة دي بي في دين مميش. التراجي يرجع لمناطق السياسيس مع 28 دقيقة لعب. هجوم معاكس في بدايته بوشنيبة لتقى ساس فمرة أخرى بوشنيبة التمهيد وبقرة تصويبته غير مؤطر. بعدها التراجي حاول يشد الكرة لكن دون القدرة على إحراج دفاع السياسيس. في المقابل وضح الزايدي نشيط حاول عن طريق التصويب ومميش مرة أخرى يتصد. دقيقتين قبل نهاية الشوط معطى جديد في اللقاء إقصاء روجي أولو بعد الإنذار الثاني والتراجي سيواصل 45 دقيقة ثانية بنقص عدد. الشوط الثاني والمكشخة بعشرة لاعبين ويخسر خدمات قايدو بن حميدة للإصابة ويعوض أسامة سهيل. السياسيس مع أول دقيقة في 45 دقيقة ثانية يرجع في النتيجة. للإصابة فترة المجردية الشوطين وهذه كرة خطيرة للنادي الرياضي الصفاقسي وخطأ فادح وهدف التعادل. هدف التعادل للنادي الرياضي الصفاقسي. هفوة من مريح للتمرير الحارس دي بي ينقض على الكرة يراوغ مميش ويسجل أول هدف للسياسيس في البليوف ويرجع المباراة لنقطة الصفر. هدف أعطى أكثر ثقة لأبناء الكوكي اللي ضغطوا كالعادة الاعتماد على الزايدي ودفاع التراجي يدخل مع 50 دقيقة لعب. 3 دقائق بعد اتقى يتوغل في 18 يسقط والمطالبة بضربة جزاء والحكم لوسيف يأمر مواصلة اللعب. السياسيس يلعب على الأخطاء، هفوة من ساس في التمرير، دي بي يتوغل وحسام تقى يدخل ويمنع الهدف. 20 دقيقة الأخيرة التراجي رغم النقص يضغط، ساس يوزع في شكل تصويبة كورته جانبية بقليل، الجهة اليمين تخدم مليح بوشنيبة لرودريغيز في العملية لكن دون خطورة. أبناء كاردوزو يحاولوا بالكرات الثابتة ومرياح ما يستغلش هفوة الحارس صبري بن حسن ويضيع الهدف الثاني. الإصابات تتواصل في التراجي، العايد مكان تقى المصاب وكاردوزو يلعب أوراقه الهجومية بن حمودة وبوكيا وضغط كبير لزملاء مميش لكن دون نتيجة. في المقابل السياسيس في الوقت البديل 90+4 يتحصل على ركنية وكرة النصراوي سهلة في دين مميش. نلعبوا في 97 دقيقة لعب، مخالفة على بعد 20 متر من مرمى السياسيس وشني بينفذ تصدي بن حسين ترجع قدام الشعلالي يوزع تضرب في النصراوي المطالبة بضرب الجزاء محاولة مسبوقة بتسلل بعد إعلان المساعد الأول. ويخلي الماتش يوفى قسمة خيان، التراجي يخسر أول زوز نقاط في رادس لكن ما تمنعش من مواصلة تصدر البطولة. السياسيس يعود بنقطة من رادس بعد إخفاق 4 مباريات، آخر تعادل في 2021. ومحمد الكوكي في أول ماتش مع النادي الرياضي الصفاقسي يعود بالتعادل الثالث من جملة 10 مباريات سجل فيها حضوره كضيف على الترجي.